صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نهار جديد او فلوج جديد، تاني ايام رمضان غادي تدوزوا معايا نهار كامل اللي درتها اكيد غادي نصورها لكم. يلا فقت ما فقتش بكري صراحه، فيقني غير السيد اللي جاب لي هاد لي زارتيكل اللي كيبانوا لكم هنايا ديال بانغود، غادي نبارطاجيهم معكم وغنوريكم اشنو توصلت من هاد السيت هذا. راكم عارفيني فوق ما كناخذ شي حاجه من عندهم اكيد كنبارطاجي معكم وكنوريها لكم. كما قلت لكم انا يلا فقت غادي نوريكم شنو وصلني. اول حاجه اللي هي هادي، ما عرفت واش كتبان لكم مزيان ولا لا، هادو ديال دوك كيتعلقوا في التليفونات من اللور باش كيتشدوا التليفونات. شفتوا الشكل ديالها كيفاش داير؟ ما عرفتش باينه لكم مزيان ولا لا. المهم هادي خديت فيها جوج، وحده ليا وحده لاختي، وخديت هاد لي سيرفييت. صراحه البنات تصدمت فيهم، كانوا كيبانوا كبار. هاد الفويطات هادو ديال الكوزينه كيتعلقوا في الكوزينه، انا كان كيسحب ليا بلي راهم كبار. شفتوا كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هاد الاخرى، يعني ما كبارش بزاف غير صغار، يعني متوسطين هكا، تعلقوهم في الكوزينه وتمسحوا بهم يديكم. راهم فوطات، شفتوهم واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ المهم زويونين عجبوني هاد لي موتيف هكا اللي فيهم. خديت فيهم ربعة كيبحال هكا، وخديت واحد الفويطات على ود بنتي صوفيا نعلقهم ليها حدا مع لا شومبر ديال صوفيا، قريب ليها الدوش ديالها. كاين الدوش اللي قريب لا شومبر ديالي والدوش اللي قريب لا شومبر ديال صوفيا، بغيت نبقى نعلقهم ليها هكا باش يكونوا قراب ليها هكا، هي غسلات يدياتها ولا شي حاجه تبقى تمسح فيهم. خديت لها هذه ديال ايلو كيتي، وخديت لها هذه الاخرى هذه كي بحال هكا، زويونين ورطيط بين، يعني تقدر تمسح بها واحد، نخلي عليها دير بها ليديا وحده تبقى تمسح بها وجهها. كما قلت لكم راه التوب ديالهم رطيط وهادو عجبوني بزاف، من ناحيه زعما لا كاليتي ديال الفوطه زوينين بزاف. وخديت الورد، راكم عارفيني صراحه هذا كان عندي بحاله في البيض وعجبني الشكل ديالو، كيجي غزال ملي كتحطوه فشي فاز اولا. وخديت هذا الاخر اللي فيه الغوز حتى هو كي المهم زوين الشكل ديالو كما كتشوفوا. وخديت هادو علاش خديتهم؟ فيهم غير جوج، بغيت غير نجربهم يعني نشوف واش كيبانوا النيت بحال الطبيعيين، حيت كاين عندي شي وحدين انا واخداهم من السوق كيبانوا بحال لي طبيعيين، بحال لي ورد نيت زعما داك هذا الورد الطبيعي، ولكن هما راهم هي بلاستيك. ولكن صراحه ما عجبتنيش الجوده ديالهم بزاف هادو، دونك ما غاديش نعاود ندوموندي منهم. شفتهم كي دايرين؟ يعني الاخرين اللي ديجا خديت من السوق كانوا كيبانوا كاليتي زوينه على هادو، اما بالنسبه لهادو راهم فنين، هادو كيبانوا زوينين في الفازي الا حطيتهم وكلشي. وخديت حاجه واحده اخرى اللي هي هاد الخاميه غزاله يا البنات، انا عجبتني. عرفتي عرفتوا لاكاليتي البنات؟ فنه فنه فنه. التوب كتحسوا به يعني كاليتي اللي هي زوينه النيت. هذه خاميه خديت فيها جوج، يعني جوج ديال المهم تنعلق ان شاء الله، غادي نوريها لكم كيفاش غادي تعلق، فين غادي نديرها. غندير هذيك الكليسه اللي درتها على شكل سيجور، خديت هذا البيج هذا، يعني غادي يجيني اسوختي مع الفراش وكل شيء. المهم زوينه ولا كاليتي ديال التوب فنه، ما عندي ما نقول عليها. تقدروا نورمالمون تقدروا ديروها يا اما على هذا لافاس او على لافاس الاخرى، ولكن انا نفضل على هذا لافاس اللي فيها هاد النجمات في الكريكي بحال هكا، وكتجي بيج. كما قلت لكم خديت فيهم جوج، هادي وهادي، يعني جوج جويهات الجهه والجهه الاخرى. واكيد خديت الزرابي، راكم عارفين اني كيعجبوني هاد الزرابيات، هادو كيحمقوني. وديجا شحال من وحده صحاباتي، يعني شحال من وحده عطيتها منهم وسميتو، مابقاوش عندي بزاف، بقاو عندي غير شي ثلاثه في الدار، وعاود زدت منهم واحد جوج اخرين. خديت هادي وهاد الاخرى هادي، صافي هادو هما لي زارتيكل اللي توصلت بهم من بانغود. بغيت غير نوريهم لكم نقول لكم شنو خديت. صافي هذا مكان، دابا غادي نوض نيشان غنمشي للكوزينه باش نبدا نوجد في الفطور. ما غيتسمعش لكم حس صوفيا حيت ما كايناش البارح، فاش كانت الوالده غاديه سقات فيها ومشات معها خليتها. كما قلت لكم غنمشي نيشان للكوزينه هاد النهار، هذا غيفطر معايا ولد لوستي جمال العيون. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على عائله راجي، غنعاود نقول لكم البنات عائله راجي راهم ما ساكنينش معايا في نفس المدينه، ساكنين في العيون، يعني ما كاينينش هنايا، داكشي علاش ما كتشوفوهمش معايا في الدار او لا. المهم هذا مكان، هذا الشيء غير بالنسبه واحد التوضيح صغير بالنسبه للناس اللي كيسولوا بزاف 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 فين عائله راجلك، فين عائله راجلك. كما قلت لكم اليوم غادي يجي يفطر معايا ولد لوستي حيت كاين هنايا في اكادير. وصافي هذا مكان، غنمشي للكوزينه واكيد غادي نشارك معكم الحويجات اللي غادي نوجد لهذا النهار هذا. من بعد ما ساليت الجميع ديال الدار وكلشي، دابا دزت للتواليت ودوش حاجهكم باش يعني باش ننظفهم ونقيهم. بغيت غير نوريكم البرودوي باش انا كنظف لي تواليت.
هذا ما عرفتش كنت وريت لكم داك النهار فاش كنت قديت ولا لا، ما عقلت هذا ديال دوسي صراحه يا بنات غزال، وتريحته زوينه كما قلت لكم. هو معقم ومنظف في نفس الوقت، يعني ديما نقول لكم ديما نبقى نقول لكم بالنسبه لي تواليت، خصوصا انهم تيدخلوا لكم تيدخلوا لهم وليداتكم الصغار، يعني كتصفوا منهم ابسط الحويجات، يعني ضروري ما تبقوش تاخذوا الحوايج لك، يعني ماشي غير داكشي اللي كينظف، يعني كيكون منظف ومعقم كيعقم لكم البلاصه، خصوصا كما قلت لكم على ود وليداتنا الصغار. داكشي علاش انا هذا لقيت عليه راحتي، وحتى بالنسبه للريحه كيخلي واحد الريحه اللي هي زوينه في الدوشات ديالكم. صافي بقى ليا كما قلت لكم غادي كناخذو انايا كن نتوما براتيك، يعني في هاد الاسميته هنايا كديرو كدوزو غير بحال هكا، كدوزو بحال هكا في لي تواليت ديالكم، وكينقيهم لكم كتخليهم تقريبا واحد شويه واحد المده ديال ربع ساعه اولا، وكتهزو الشيته كدوزو دغيا كتنقى لكم الدنيا. وكما قلت لكم حتى بالنسبه للريحه راها زوينه. بالنسبه للبنات اللي كانوا كيقولوا لي بقيت حطي لي برودوي ديالك في الدوش، انا درت بالنصيحه ديالكم داكشي اللي كنستعمل كل نهار دايره هنايا كما كتشوفوا، بحال لي سوان ديالي، بحال هذه كنديرها على ود رجليه كما قلت لكم نطلي فيها ديك الحزازه، والحمد لله لقيت عليها واحد النتيجه اللي هي مذهله. ان شاء الله غندير لكم عليه البنات فيديو خاصه هذا البرودوي وهذا، حيت الحمد لله لقيت عليهم كما قلت لكم واحد النتيجه اللي مرضيه بزاف وغادي نفيد بها بزاف الناس، غيكون عندهم هذا المشكل بحال اللي كان عندي في رجليا ويقلبوا على شي حاجه هادو هي البنات. المهم من بعد غادي نهضر لكم عليهم مزيان نقول لكم الحاله ديال رجليا كيفاش كانت وكيفاش ولات. كما قلت لكم بالنسبه لي برودوي اللي كنستعمل ديما حطهم هنايا، وداكشي اللي عندي فيه ستوك وكل شيء دايرهم في هاد لي بلاكار هنايا كما كتشوفوا بحال هكا. صراحه بيت النعاس يعني نقصت منه شويه دوك لي برودوي وداكشي اللي كان عندي بزاف منهم حطيتهم هنايا وتهنيت منهم. صافي هذا مكان بقى لي غير الدوش نسيقو ونجمعو دغيا وندوز للنيشان الكوزينه باش نبدا نوجد في الفطور، واللي درتها غادي نصورها لكم ان شاء الله. ودابا دخلت للكوزينه وبديت كنوجد، غادي نوجد واحد المسمنات اللي كيجيو على شكل بيتزا، كيجيو بنانين واقتصاديين رائعين في المذاق، راكم كعارفين. المهم المسمن العادي العجينه العادي درت هنايا، غير ما بغيتش نصور لكم لي ديتاي كاملين حيت كما قلت لكم راه ما عنديش الوقت، ولكن يعني المسمن العادي كلشي كيعرف يقاد المسمن، كديروا شويه دقيق الحرش وشويه دقيق الفرس وكتخلطوا شويه المليحه وكتستعد لكوها مزيان. انا ديجا صايبتهم هنايا، انا قديت ديجا هنايا صلصه الطماطم كما كيبان لكم، هادي بحال اللي كنديروا في البيتزا، يعني كل واحد كيفاش كيقاد لاصوص ديالو، ديروها كما مورفين كتقدوها نتوما وصافي. دابا غادي ندير واحد شويه ديال الزبده، المهم كما قلت لكم كما كنخدموا المسمن العادي ديالنا، شويه هكا غادي ندير شويه ديال الدقيق الحرش الوسط، تقدروا ديروا هذا تقدروا ديروا السميده الرقيقه حتى هي تجي مزيانه. انا عندي الفينو هنايا وغنحاول نديرو على شكل مسمنة، صافي على هاد الشكل. ودابا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش غادي ندير الحشوة من الداخل. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نخدم هادوك المسمنات، غادي ناخد واحد المسمنة كي بحال هكا، المهم ما تسرحوش مزيان، يعني غير شوية وصافي، ما يكونوش رقاق بزاف، صافي غير على هاد الشكل. وغادي ندير عليهم لاصوص من الفوق والفرماج، ولكن بعد ما نحطهم في الطاوه، يعني تنستف كلشي في الطاوه. انا عندي الطاوه هنايا كما كيبان لكم، بديت كنحط فيها يعني كنسرح وكنحط حتى نحط كلشي في الطاوه، عاد نبدا ندير عليهم لاصوص من الفوق. ودابا بديت كنعمر فيهم في لاصوص كما كيبان لكم، المهم كندير هنايا المهم كما كنسرحوا لاصوص ديال البيتزا وصافي على هاد المسمنات بحال هكا. ومن بعد غادي ندوز ندير عليهم الفرماج، ودابا غادي ناخد الفرماج محكوك وغادي نديرو عليهم من الفوق. يعني باش ما كثرتو الفرماج باش ما كيجيو زوينين وكيجيو معلكين. نحك عليهم الزعتر، غناخد شويه الزعتر هكا في يديا وغنحكو من الفوق.
وغادي نجيب واحد شويه ديال زيت بلديه وندير عليهم حتى يوم الفرن. المهم غير قطيره كامل الفوق وصافي صافي. من بعد غادي ندخلهم الفران. الفران راه ديجا سخون يعني بحال الطياب ديال البيتزا غادي ديروا اليوم. كما قلت لكم انا خديت الزيت دابا غادي يعني نحاول نرش عليهم غير شويه هكا وصافي من الفوق. صافي وغادي ندخلهم الفران يطيبوا. صايبت هنايا هاد المملحات كما كيبان لكم حتى هما هاد عمرتهم بالدجاج وفيهم الزيتون والفروماج. المهم حتى شي ان شاء الله غادي نبارطاجيهم معكم تيجيو زوينين في المذاق وكيجيو بنان. بصراحه ما صورتهمش لكم اليوم كما قلت لكم البارح نبقى نصور لكم وصفه في النهار، ولكن حتى هما صراحه كيجيو لذادين. نقدر نديرهم لكم غدا ان شاء الله ولا بعد غدا نعاود نصورهم لكم. صافي دابا غادي ندوز باش نبدا نوجد في الطبيله، حيت تقريبا الاغلبيه ديال الحاجات وجدتهم. غنبدا باش نمشي باش نبدا نوجد في الطبيله وندخل الماء. شوفوا البنات شوفوا راجلي بغى فيا الخدمه، جاب لي هاد الخنشه ديال الليمون شوفوا كتسناني نعصرها. شتو المهم هادي تقريبا انا غادي ليا واقيلا رمضان كامل. المهم انا غادي نسالي داكشي الفديه وغادي ندوس باش نبدا نعصر في الليمون. ها هما دوك المسمنات من بعد ما خرجتهم صراحه البنات راه كيجيو هائلين وبنان وفي نفس الوقت اقتصاديين. يعني اقتصاديين كيجيو بحال الشكل ديال بيتزا مارغريتا، غير هادو كيجيو بنانين. ردوا زعما جربوهم وردوا عليا الخبر وقولوا لي كيفاش جاكم حتى نتوما المذاق ديالهم. باش نقاد واحد الكريب صراحه بطريقه خاصه غادي نوريكم شنو غادي ندير فيه. انا صايبت بعدا واحد الكريمه هنايا درت فيها هنايا، خديت واحد الكاس ديال الحليب درته فوق البوطه، زدت مع معلقه ديال النشا خليتهم حتى عقادو مزيان، حيتهم فوق البوطه وزدت عليهم جوج معالق ديال سنيده وكاس ديال دانون ديال الفاني وواحد الساشيه ديال الفاني وحطيتهم في الثلاجه حتى بردوا مزيان وعطاتني هذا الشكل. هذا كما كيبان لكم هذه الكريمه كتجي بحال الشكل ديال لا كريم باتيسيير. ودابا غادي نعمر بها لي كريب ديالي. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير النوتيلا هي الاولى، غندير معلقه ديال النوتيلا يعني كتبقى اختياريه اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش، واخا ما كنظن بلي ما كاينش شي واحد ما تيبغيش النوتيلا، كلنا كنبغيوها الشوكولات. على بعدا كنهضر على راسي عزيزه عليا. يعني غير شويه هكا في الوسط وصافي. دابا غادي ندير هذيك الكريمه الاخرى. صراحه كتجي لذيذه هذه الكريمه، غير جربوها وردوا عليا كتجي كاع احسن من الباتيسيير، زعما احسن من لا كريم باتيسيير في المذاق. صافي كي بحال هكا. وغادي ناخد البنان ونديرو عليهم نديرو توا في الوسط. صافي يعني غير شويه وندير واحد شويه ديال اللوز مهرمش. ها هو كاين عندي هنايا. المهم بالنسبه للعمره ديال الكريب كيما ديال الكريب كما كنقول ديما كتبقى اختياريه، ديروا اللي عجبكم واللي نتوما كتبغيو. انا صراحه كيعجبني بهذا الحشوه هذه كيجي لذيذ. صافي على هذا الشكل. المهم انا غادي نبقى هكا حتى نكمل الكريب كامل نعمرو وصافي. تقريبا الكريب هو اللي بقى ليا. طيبت الكيكه قديت كلشي، شنو غادي نقاد غادي نبدا نحط فوق الطبله وتنوجد كلشي فوق الطبله وغادي نوريكم. ها هي الطبيله من بعد ما حطيت كلشي غايبان لكم حطيت غير طبله وحده حيت صراحه حتى الاخر لحظه وعيط ليا ولد لوسي قال لي بلي راه ما بقاش جاي، خرجت لي شي حاجه في البروغرام ديالو داكشي علاش ما تيجي اليوم، غادي يجي حتى نهار اخر ان شاء الله. داكشي علاش ما درت جوج طبالي، فضلت انني نحط كلشي يعني الماكله كلها في طبله وحده دقه وحده، حيت اصلا حنا دابا قلال في الدار كاينه غير انا وراجلي وكاينه معايا اختي وخويا، حنا اللي غادي نتغداو حنا اللي غادي نفطروا بوحدنا. داكشي علاش كما قلت لكم ما حطيتش كلشي، حطيت دقه وحده الحريره وكاع داكشي اللي قديت. هادو دوك اللي وريتكم قبيله قلت لكم حتى شي نهار ان شاء الله معمرين بالدجاج والفروماج حتى شي نهار ونعطيكم يعني نصايبهم قدامكم باش تشوفوني كيفاش درت ليهم. قديت حريره حامضه حتى هي، درت البيض مسلوق تما الحليب ما زهر، صايبت الكريب بالنوتيلا عمرت لكم شفتوني كيفاش درت لي في العماره. هذا بتي بان صراحه غير جبته من برا وسخنته كان عندي ديجا، حطيت سلو. هذه الحلوه اللي قلت لكم الكيكه اللي قديت كيكه عاديه ودرت فيها نوتيلا من الوسط كتجي زوينه. صافي هذا هو فطورنا كيجي على هذا الشكل. هادو خلاص دوك المسمنات اللي وريتكم قبيله على شكل بيتزا، هكا كتجي الطبيله ديال الفطور ديالنا. واكيد راه العصير حتى هو واتاي حتى هو راه حنا عمرناه.
هكا كتجي الطبيله ديالنا. صراحه ما طلقتش البخور حتى نفطروا عند نطلقوا، حيت بزاف البنات كتبوا لي البارح في لي كومونتير قالوا لي بلي زعما البخور كيفطر وكلشي، انا ما على باليش، ما كانش في راسي هذه القضيه هذه. بالحق دابا حتى نفطروا ان شاء الله عند نطلقوا، عند نطلق واحد شويه ديال البخور. حنا يلا فطرنا الحمد لله، ولكن دابا تابعني الروينه. ضروري غسل المعين، هادشي هادشي صراحه علاش كنفكر ملي كنسالي شكون بحالي بدا غير كتسالي الفطور كتبغي تحط راسها وتنعس، ولكن لا ضروري خصني نوض نجمع هادشي قبل ما نعكز عليه. اللهم نحيدو دابا، نغسل المعين دغيا دغيا ندوزهم ونطرف كل حاجه بلاصتها، عاد نمشي باش نشعل البخور ديالي حيت قبيله ما شعلتوش. كما قلت لكم البنات قالوا لي راه ما خصكش تبقاي ديري من الفطور، صافي حيدتو دابا تنسالي روينتي نغسل المعين ونجمع هادشي اللي بقى ليا. زعما نطرف كل حاجه بلاصتها عاد نبدا نمشي نشعلو ونصيب واحد القهيوه، حيت صراحه البارح ما شربتش القهوه، كنقول دارني راسي وخاصني شي حاجه، دارني راسي وخاصني شي حاجه، نسيت راسي بلي ما شربتش القهوه. راكم عارفين اني كنحماق على القهوه وشي حاجه اللي ضروري عندي، عاد عرفت مناش دارني راسي. يعني هادي نوض باش نصيب واحد الكويس القهوه، لكن بالحق تنسى لي هادشي باش نجلس نشربو على خاطر خاطري. من بعد ما ساليت الشقه وكلشي جمعت الدنيا غسلت الماعن، جيت باش نطلق البخور كيما قلت لكم. غنوريكم هاد البخورات البنات حيت بزاف منكم شفتهم كيسولوا عليهم. هادو اللي هاد الصغار، هذا صراحه مازال ما جربتوش، هذا يلاه خديتو. هادو كاينين عند السيده المحل فين كناخذ هادوك لي برودوي ديال لاكيور، تما فين كناخذ هاد البخور هذا. هذا كيما قلت لكم مازال ما جربتوش، شكراتو لي ولكن مازال ما جربتوش. انا كندير هذا ديال رغبه وكندير هاد الاخر ديال الفزاع حتى هو زوين وخلاص. هذا معجون الشيوخ زعما الطوب لا يعلى عليهم. بالنسبه للاثمنه ديال هادو راهم 40 درهم الوحده، ولكن راه كديروا غير شويه وكيشد لكم. انا اليوم اختاريت باش ندير هذا ديال الرغبه، هو اللي غادي نستخدم. صراحه فيه واحد الريحه خفيفه وفي نفس الوقت يعني واحد الريحه اللي ما كتضر في الراس لا حتى شي حاجه. شوفوا راه شحال هادي هو عندي كنديروا كلشي يلاه وصلت فيه، يعني كديروا غير واحد شويه وكيطلق لكم مزيان. دابا ندير انا غير هاد شويه هكا، انا ديجا حطيت هنايا الفاخر. واحد الريحه يا البنات، واحد الريحه فنه 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 فنه. صافي غادي نخليه باش تعطر ليا الدار مزيان مزيان، وندوز انا الكوزينه باش نمشي نصايب واحد الكويس ديال القهوه. انا رجعت لكم، يلا ساليت الروينه وجيت باش نقاد واحد الكويس ديال القهوه. كما قلت لكم كنستعمل انا غير هادي ديال سمر، هي اللي كنستعمل. هيبان لكم كاس كبير ديال القهوه، لكن حيت كيف قلت لكم ما شربتهاش البارح بقات بلاصه، واصلا كيعجبني هاد الكاس نشرب فيه حيت كان جاني كادو. هذا كان جاني كادو من عند صاحبتي، فوق ما كنبغي نشرب القهوه على خاطري ونتمتع بها ضروري ندير هاد الكويس هذا كما قلت لكم، حيت راه من عند واحد الصديقه عزيزه بزاف. انا غادي نديرها قاصحه شويه، غندير فيها تقريبا واحد 3 د المعالق. غنديرها بلا سكر، غادي ما نشربش بالسكر. غادي ناخذ معايا غير واحد الاوريو، هذا البسكوي ديال صوفيا شكر ليها واحد اليوم. ايوا صافي هذا مكان. هنا غادي نسد الفلوق ديالي بالنسبه للعشاء. البنات اللي غتسولوا ما درتش العشاء، صراحه الا كنت غير بوحدي في الدار انا وراجلي داكشي ما كنتعشاوش، يعني يا اما كناكلو داكشي اللي بقينا من الفطور اولا صافي حتى للسحور كنبقاو، حيت اصلا كنفطروا مزيان يعني كنبقاو حتى للسحور عاد كناكلو شي حاجه. كنت ديجا موجوده اللحم كما قلت لكم، كنت عواله باش زعما ندير العشاء على ود الوسي اللي غادي يجي وكلشي، ولكن ملي ما جا صافي رجعت كلشي للفريكو. دابا ما بقى ليا والو الحمد لله، الدار مجموعه كلشي نقي. غادي ان شاء الله غادي يكون نهار جديد وغيكون فلوق جديد. غنقول لكم بالسلامه عليكم وحتى نتلاقاو ان شاء الله غدا.